عادلة. ريتها بنت القادري، عجبتني مزيانة. خذي هالي. أسامة، شو تعمل هوني؟ تي قلت نشوف حاجة نقراها. وي بيان سور سيغ توا. وحشي بيك زاد. إن شاء الله خير. نجم نقعد هوني أيامات. في بالي بيك بعد أبوك. بابا. لحسنا بعض علي شوية. ما نحبش نوصل نخسره. كان بزيد نقعد. شو فما يا أخي احكي لي شو صار؟ ما صار شيء جديد عمي، المشكلة فيا أنا مازلت ما سامحتوش. تعرف الأكاديمية كانت حلمة كبيرة وخسرتها في جرته. فهمتك. أسامة اش تحبني نقولك؟ دار جدك ما لا 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 لا، كانك العروة. احكي لنا كي جات الفيرما. بون، مادام هكا مرحبا، دار كبيرة. الحقيقة بيت من البارح، فما كان عمتي زينب شرق دبي. شنو سي شباب جاي هنا بور لا فورم مالا؟ لازم نشاورك. انت كبير العائلة توا. نهارك زين. أنا كبير العائلة. مدام زينب، نجم ناخذ العشية باش نمشي نزور؟ عندك شكون في الحبسة؟ لا عليه لطف، مش نزور امي بابا في الجبانة. الله يرحمهم. تعيش وترحم. مش قلت ما تبتعش؟ ميرسي. تودي مش تزور في الجبانة لبسة هكا؟ شفت ان شاء الله زيارة ونيارة. اي بنتي ذولي مرندفة في الجبانة. اختي زي اختها كي صغيرة وفرحانة بروح. هلومة باش نموت بالجوع، شنو الفطور؟ عالسلامة. عالسلامة عمتو. فما كل خير. سلام. كلمت عمك انتي؟ اي حكيت معاه. شقال؟ أسامة باش يعدي بحثنا يا مات. مسال شنو؟ كان ما يقلقكش. علاش باش يقلقني بربي؟ امورك الدار هذي دار بوك وجدك كيما هي دار بابا وجدي، دونك تصرف. اجي تفطر؟ الحمد لله ما عينيش. ما توصلني البنك على شولدي؟ اعطيني شيك ولا الكارت تنجبد لك. انا ما نجبدش فلوس، انا نصب. أهلا فات. سافا؟ سافا. اسمع يا سيدك، خدم كل طعم في وحدك؟ هاي خي تعرفش بوك شي خدم؟ تي نعرف أما نسيت. حقا عملت في حكاية يوسف وهيلة؟ كلمت شكون باش يعاوننا باش نخرجوه من فرنسا من غير حتى مشكلة. بالحق شكون؟ جماعة. شنو جماعة؟ احكي لي شكون؟ ما نجمش نقول لك يا فاتر. جماعة اللي مرت معاهم يوسف مختارين برشا. وانا نخاف عليك. باهي.
شريفة تقول له ما هي دي أحلى واحدة متاع الدبيبس. هي ستين كوموندا، ما كان عجبتك تعمل واحدة كيفها؟ شنعمل بيها هنا؟ حبش. اسمع خلنا نرجع بحث يوسف هنا. هاكل تشاور. شنو تبدلت؟ شوي. حتى انت زيت. عصام رجع اليوم للدار ولا ايه؟ ما نعرفش، كي خرجت انا وهو مازال ما جاش. وعدنان شبيه ما صححش في البيع بتاع الارض؟ كي مش صح، كل شيء حاضر فوق البيرو مريقل، اخر لحظه طلع له طلع قالوا عندي قضيه تقضيها لي صحح لك، ما تقضيها ليش لا فما لا بيع لا شراء. هاي ايش عمل؟ مش تحبوا يعمل شربها وسكت، هز المحامي متاعه مش هروح. ما سمعتش حكاوة؟ لا خارجه للجاردة ما خلطش. باهي برافسة انت توا قبل ما تجي يا اختي وسيلة. ها بوسيبل، انا خديت عشية كاملة باش نرتاح، يزيني من الخبابر والمعون، وبلوس زينب مركزة معايا واحلى معايا، مش خليتني على راحتي ومش عادتني جنب. هاو مصروف كبر، عمل دورة وقتي وقضى عقلك. أم سو سوري ما عمل لي حد شيء دوما. أم أنت ملكة متاع مصروف؟ ها هيت خوذ وما يدوما شوية. أم وقضى عقلك؟ أنا دي مع عقل. ألو أي يوسف، خليك معي هلأ رح شوف. لساته هون عم يراقب البيت. بيه يا يالا ابعد من الشباك وما تحل الباب لحتى حد. هذه دقت فاتنا، تعال نعاود نطلبك باي. صباح. صباح. شو ما جديد؟ شيء يا فاتن شيء. هلا محصورة في الدار، زيد حاطين شكون يعس عليها. سي ما تخافش يوسف، كلمت بوك قال لي لقى شكون ينجم يخرجها من غادي. جاسبيغ. هو يطلب. وي. اوكي هاش تو بي ارجون قال لي جان الفيلا. بي هيا تنمشي معاك، فما ريسك كبير كي نمشي غادي يشوفوني جماعه. اي منيش خايف، انت دونك مركزين مع هيلا ماكش في مخهم جمله. انت ولا نقولك حاجه تحبي انا نمشي وكان فما حاجه هكا ولا هكا نقولك ما تجيش. هيا عايش اختي. شبيك تضحك؟ والله مش نورمال، حاسه روحي تخش عليا في سيري امريكان. ياسر كنت كبي قبل ما تجي. أول مرة ريتها فيها في فرنسا كانت تخدم في فاست فود في النوار، بعد تعرفنا على بعضنا ولينا ديما نتقابلوا. أما هي مسكينة عندها مشكلة متاع أوراق، ما هيش سيور نجم يعتبروها لاجئة، هذاك علاش ما تنجمش تشكي للشرطة. وخلي عادك لا مونتي دي فرون ناسيونال، حكايه ولات صعيبه. لا بوف، ملي عرفتني هي ديما في المشاكل، هذاك علاش بابا لازم نخرجها من غادي في اقرب وقت، خاطر برونو وجماعته انا نعرفها، والله كان يشدوها ما عادش يسيبها. ان شاء الله نجمو نخرجوها. داخل كلمني السيد اللي باش يعاوننا، قال لي عنده انتيو ينجم يحماه لو طون هي في فرنسا. داخل اسمع شد قايد لي لي كوردوني نتاعها الكل، حاجتهم بيهم. باهي بابا.
سي عدنان، اختي زينب حشتها بيك، قالت فما واحد يحب يشوفك. باهي نكمل اللي في يدي وتونجي. هاو كتبت لك. صح. شكون هو؟ ما نعرفش، يحب يقابل سي عدنان. يا اخي انا ناديت له اختي زينب، شفت محلاها يهبل. وصلوا كيفاش يعمل؟ تقول صغير مضيع عمره في محطة الترينوات. اش بيك مش فاهم؟ شو هالفينومين؟ بس انا نعرف هذيك. كاني ريتو في البوتيك يحكي مع خوله، ما شنو جاي يعمل هون؟ سي عدنان عنده ما يعمل، ما نجمش يقابلك اليوم، تفضل. انتو نستناه انا، ما عندي ما نعمل. انتو نقعد لهنا وما نتحركش حتى سباتي انتو ما نحيش. شو تشرب؟ ريدبول ولا بينا كولادا؟ انا القهوة دايما ما نشربهمش، دخل ما نتكيفش وحتى التكسير ما ناخذهمش، زيد ما عنديش. ما فهمتكش. بينا كولادا جو عصير نتاع سيترون ونوات كوكو، تاخذ زيست دو سيترون كلاسون تحطه في الشيكار وتبدا تخذ. ما عندناش. بخيتو. حليمة، جيب له جازوزة. ما عندناش. مالا قهوة كحلة بلا سكر. شنو هي بينا كولادا بالملوخية؟ أنا والله صدقوني ما فاهمة حتى شيء. إيه ورجعت تتعامل معاهم جماعة هذم. ما نعرف حد ينجم يعاوننا نخرجوا البنية السورية من فرنسا بخلاف الجماعة هذم. أخوي عدنان كان واضح ما يرجع لي أرض العقبة كما نعمل اللي طلبوا. وأنت علاش تقبل في الشونتاج اللي عملهولك عدنان؟ عندك حل آخر؟ ما تقبلش والبنية الملوحة في فرنسا ويوسف ولده. أنت ما قبلتش كان على خاطر الأرض. نعرفش يمكن عصام، نعرفك ما ترجعش إنسان قصدك. إذا كان حاجة تنجم تعملها تعملها، أما هكا رقعة تعرض في روحك للخطر مرة أخرى، وجماعة هذه ما ترحمش. مش وقت بتوع سمير، استناني هوني من بتاش. أهلا معتز. أهلا سي عصام. ها يطلب. ألو؟ عدنان، أهو معي السيد. أوكي أوكي، دقيقة دقيقة. هلا صافي. لحظة. هات. هلا صافي. 24 سنة 18 أفنيو دي كوكليكو. أوكي تفهمنا، استنى من التليفون. سلام. نعمل مجهودنا مش نطلع الله مزيه. ما نسألكش سيسام، مزيتك سابق ماشي.